سورة الزمر آية 8، آية 7 في العد الكوفي، وآية 8 في العد المدني. يبقى آية 7 في إيه؟ في المصحف اللي في إيدك. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإن تشكروا يرضه لكم. دي قراءة نافع وعاصم وحمزة ويعقوب، يقول يرضه لكم. أما باقي القراء في بصلة إيه الضمة، هيقول يرضه لكم، يرضه لكم، هيبقى في صلة إيه الهاء الضمير، ودي تبقى المكي وابن زكوان والكسائي وابن وردان وخلف، يرضه لكم. أما السوسي وابن جماز والدوري وأبو عمرو بالسكون، يرضى لكم، يرضى لكم، يبقى عندنا يرضه لكم، يرضه لكم، يرضى لكم. الدوري هيبقى ليه وجهين، وجه زي ابو عمرو يرضى لكم، وجه زي المكي يرضه لكم. ده الدوري عن ايه؟ عن ابو عمرو. لكن السوسي ملوش الا وجه الايه؟ السكون بس، يرضى لكم. ولهشام عن ابن عامر هيبقى ليه وجهان، الاسكان والضم بغير صله كعاصم ونافع. ان تكفروا اي ان اخترتم الكفر وشئتم الكفر حيث اني اخترتكم لكم مشيئه مستقله. ان تكفروا اي باختياركم الكفر فان الله غني عنكم. كفركم لا ينقص الله شيء ولا يؤثر على الله بشيء، لأنه غني سبحانه وتعالى، لا يضره كفر الكافر ولا ينفعه طاعة الطائع. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، أي إن اخترتم الكفر وشئتموه فالله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن الله لا يحب الكفر من عباده. فوجود الكفر في الأكوان دليل الاختيار، لأن الله لا يرضى. وجود الفحشاء في الأكوان والظلم والله لا يحب الظلم دليل الاختيار، لأن الله لو الأمر بالإجبار لا تجد ظلما ولا تجد كفرا ولا تجد فحش. فوجود هذه المعاصي دليل الاختيار. اللي يقول لك الإنسان مختار ولا مسير، سؤال غبي. ليه بقى؟ لأن الواقع يكذبه. الإنسان مختار في أمور كثيرة، الله لا يحب الفحشاء ولم يأمر بالفحشاء، ولا يحب القتل ولا يحب الشر ولا يحب الكفر، لكن الكفر موجود والفحشاء موجود، دليل الاختيار. لأن لو الأمر على ما يحبه الله لأجبرهم، فلا تجد عاصي ولا تجد كافر. فوجود العاصي والكافر دليل على الاختيار. فهمت بقى إزاي؟ لماذا؟ لأن الله لا يرضى الكفر، لكن الكفر كفر واقع والله لا يرضاه. يعني معناه أن في اختيار، في حرية اختيار، وطالما في حرية اختيار يبقى في عقوبة وفي ثواب. ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يعني تؤمنوا فتشكروا، فالشكر من لوازم الإيمان. وإن تشكروا يرضه لكم، يعني يثيبكم على ذلك. يبقى يرضه لكم بمعنى يثيبكم على ذلك. وكونه لا يرضى لعباده الكفر معناه يعاقب على ذلك.
يبقى لا يرضى لعباده الكفر معناه إثبات العقوبة للكافر، وإن تشكروا يرضه لكم، إثبات الثواب للمؤمن. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر لا تعاقب، وازرة يعني نفس فاعلة للسوء، الوازرة اللي هي ايه؟ النفس اللي ارتكبت الوزر، يسموها نفس وازرة يعني نفس عاصية، يبقى الوازرة صفة للنفس العاصية. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني وزر نفس أخرى، يعني لا يعاقب عاصي بمعصية غيره، لا يعاقب عاصي بمعصية غيره، كل يعاقب بمعصيته فقط. ولا تزر يعني لا تعاقب وازرة أي نفس عاصية وزر أخرى أي إيه؟ معصية نفس أخرى. وده طبعا ينقض المذهب المسيحي رأسا على عقب، لأن المسيحية قائمة على إن إيه؟ على إن المسيح صلب علشان يتحمل معصية أبونا آدم. فدي بينقض كل فلسفة النصرانية اللي قامت على إيه؟ على صلب المسيح حتى يتحمل معصية الأب اللي هو آدم. يبقى كأن المسيح عوقب بإيه؟ بمعصية أبوه آدم. فهمت بقى ازاي هم بيعتقدوا ذلك؟ ان لابد ان يبقى فيه ضحيه يضحي علشان ايه؟ لا، ربنا بيقول لا تزر وازره وزر اخرى. الحكايه شوف في جمله بسيطه نقض فلسفه كبيره ايه مملوءه بها الكتب والمكتبات والسفسطات وكلها كلام فارغ. انت لا تعاقب بذنب اخيك ولا بذنب ابيك، لكن تعاقب بذنب نفسك. امال بقى ايه؟ إن الكفار يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. لأن هم دلوهم على الكفر، فاللي دلوهم على الكفر يعاقبوا بكفرهم. فالدل على الخير كفاعله والضر على السوء إيه؟ كفاعل. يبقى لما دل على السوء وعوقب بدلالته مش معناه إنه عوقب بكفر إيه؟ الذي دله، لا. لا، ده عوقب للدلالة. فهمت بقى؟ يبقى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تأثم نفس بإثم نفس أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم للحساب والثواب والعقاب. يبقى المرجع هنا إيه؟ الهدف منه الثواب والعقاب. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم أي يحاسبكم بما كنتم تعملون. يبقى ينبئكم يخبركم ليحاسبكم، يبقى الإنباء هنا غرضه الحساب. إنه عليم بذات الصدور، يعني الحساب يتناول الظاهر والباطن. يبقى إنه عليم بذات الصدور هنا بينت أن الحساب هنا يتناول الظاهر والباطن وليس الظاهر فقط. تفضل يا سيدي. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، الإنسان هنا غالبا الإنسان لما يذكر في القرآن يذكر بالكافر في الغالب الأعم. فهمت؟ في الغالب الأعم وبدلالة السياق، لأنه قال هنا إيه؟ جعل لله أندادا، واللي جعل لله أندادا يبقى مين؟ يبقى كافر. يبقى الإنسان هنا هو الإنسان الكافر، وصف الإنسان الكافر. إن الإنسان لربه لكنود، ده وصف الإنسان الكافر. فهمت إزاي؟
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يعني عند حال الضعف بسبب الضر الإنسان يلجأ لربه حتى ولو كان لا يلجأ إليه في الرخاء. يبقى وظيفة الضر إشعار الإنسان بضعفه ليلجأ لمولاه، فالكل في الضعف يلجأ لمولاه، حتى الملحد ساعتها بيقول يا رب لو أنت موجود اكشف عني اللي أنا فيه ده، دعاء الملحد المشهور. الملحد له دعاء مشهور عند الشدة، يقول ايه؟ يا رب لو انت موجود اعمل لي واعمل، لانه هو شاكك في وجودي اصلا، لكن برضه بيلجأ لرب. فهمت بقى؟ واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، اي راجعا اليه، ثم اذا خوله نعمة منه، خوله اي ملكه وصرفه، يبقى خوله في الشيء معناه ايه؟ ملكه وصرفه فيه، جعله حر التصرف فيه. ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل. اول ما يديله بقى نعمة ويصرف عنه السوء يرجع تاني الى كفره المعتاد وينسى ما دعا. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ومش كده وبس، وجعل لله أندادا، يقول لك ده أنا تخلصت من الأزمة دي بذكائي وبنباهتي وبقوة الأسباب التي أخذتها. يوم ينسب إيه؟ تفريج الكرب إلى غير مولاه، إلى الأسباب، وجعل لله أندادا. مش يقول بفضل الله ده ربنا جبرني، لا، يقول لا، الأسباب جبرتني، مرضت مرض شديد فأخذت علاج ناجح فتم الشفاء. ليه؟ لأن طبيب شاطر ماهر. الله، طب وفين الله؟ يقوم إيه؟ يجعل لله أنداد. طب أنت كنت وأنت مريض بتقول يا رب يا رب، أول ما خدت العلاج يبقى الطبيب هو اللي شفاك. جعل لله أندادا. فهمت بقى؟ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، مش ينسى وبس، لا، وجعل لله أندادا، أي بالاعتماد على الأسباب ونسبة إيه؟ النتائج للأسباب. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، ليضل غيره عن سبيل الله، والقراءة الثانية ليضل عن سبيله أي بنفسه. يبقى عندنا قراءتين، ليضل عن سبيله، قراءة ابن كثير وأبو عمرو ورويس. رويس أحد رواة يعقوب الحضرمي، دول يقول إيه؟ ليضل عن سبيله أي يضل في نفسه، والقراءة الثانية ليضل عن سبيله أي يضل غيره. قل تمتع بكفرك قليلا أي مدة عمرك، اتمتع قليلا يعني ايه؟ يعني مدة عمرك. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، أي بعد وفاتك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرع ذكره الغافلون.